اليوم عرضنا خرافي جدا من شركة بروج العقارية، عرض مغري جدا في منطقة حيوية جدا، منطقة بليتلي في طرابزون. المنطقة هذه مقابل مطار طرابزون، منطقة مخدومة وحيوية، فيها سوبر ماركتات وخدمات المواصلات بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات وجميع الخدمات متوفرة. تعالوا مع بعض نديكم تفاصيل أكثر في المجمع نفسه على أرض الواقع ونشوف تفاصيل الشقة. وحاليا احنا في المجمع اللي اسمه قصر يابي، مجمع كبير وفخم. ميزة المجمع وجود مسبح ومسجد وسوبر ماركت بالإضافة إلى الجلسات العائلية اللي شايفينها أمامكم ومواقف السيارات والمسطحات الخضراء. اليوم عندنا فرصة للبيع شقة في هذا المجمع، شقة فخمة جدا. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة والإطلالة الجميلة لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا الآن أمام شقة غرفة وصالة مساحة 75 متر مربع. ميزة المجمع صورة الغاز الطبيعي لها لكل شقة. أول ما ندخل عندنا المساحة، هذه مساحة الصالة. نظام الصالة، المطبخ مفتوح على الصالة، نظام أمريكي. دوري بالمطبخ راكبة وجاهزة. المنطقة هذه نقدر نحط فيها طاولة الأكل، وعندنا هنا نقدر نحط طقم الكنب. وميزة الشقة هذه إطلالتها على البحر، يعني من الصالة مطلة إطلالة البحر زي ما تشايفين، إطلالة جدا رائعة. وعندنا من هذا الجهة أيضا إطلالة البحر موجودة. شقة بمساحة 75 متر مربع، غرفة وصالة جدا حلوة. بجوار الصالة عندنا هنا غرفة النوم، بجوارها الحمام التابع للشقة. غرفة النوم مساحتها مناسبة، وبجوارها الحمام الرئيسي التابع للشقة، مروش، ونقدر نحط هنا غسالة الملابس والمغسلة. المنطقة منطقة بليتلي مقابل المطار، المسافة بين الموقع والمطار تقريبا 3 دقائق، وبين الموقع والفورم اللي هو مول الفورم تقريبا 7 دقائق، والميدان 10 دقائق. الخدمات واصلة لها من المواصلات بالإضافة إلى السوبر ماركت القريبة منها. في المجمع في سوبر ماركت أيضا، والجامعة أيضا، وفي مسبح وصالة رياضية، يعني كل الخدمات متوفرة في المجمع هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.